انت بتبني الانسان. يعني كل اللي بيتجه للعشوائيات بيفكر بانه ميه ومجاري وكده وبتنسى الانسان اللي جوه ده. فاهم حاجه في المشروع ده ان هو هيخلق فرص عمل للناس اللي جوه العشوائيات دي اللي هي ما عندهاش فرصه عمل، اللي بتعول اسر كبيره جدا، ويدربها ويأهلها انها تبقى عضو عامل. ومن لما العشوائيات تنمى كمان الانسان اللي جوه يبقى عنده مصدر رزق وبتاع وكده، فتكتمل الصوره يعني. طب راي حضرتك يا فندم في ترشيح حمدين صباح للرئاسه؟ لا برافو عليه طبعا، كويس جدا ده، لان هو اهم يعني، هو بالفعل يعتبر رجل وطني ورشح نفسه دون النظر الى اي عوامل اخرى، ومن حقه ان يترشح، وبنتمنى له التوفيق زي اي حد تاني يعني، ومن احسن الشخصيات اللي بتتخذها الدوله ضد جماعه الاخوان المسلمين خاصه بعد اعلانها منظمه ارهابيه. اعتقد الاجراء اللي بناخده هو اللي ماشي دلوقتي، هو محاربه الارهاب، وان شاء الله ربنا يهديهم يعني. اتخذها الدوله حاليا نعم محتاجين اجراءات اكتر. احنا واقفين ورا الدوله دي تماما يعني بكل ما تفعله، مقتنعين بكل اجراءات تعملها، بس نرجو ان ما يحصلش تجاوز على حقوق الانسان، ما يحصلش تجاوز مع الاعلاميين، وما يحصلش عوده للماضي يعني. بس يعني يا جماعه طبعا ما حدش معاه عصايه سحريه، المهم ان نبتدي. لو كل واحد في البلد يفكر ازاي يساعد في حدوده اللي ربنا اداها له، البلد دي هتقوم، لان احنا مش هنقدر نكمل بالمنظر ده. يعني مش ممكن نقعد نعيش في بلد في ناس مش جعانه وناس معاها وكده، ولازم نعدل المواضيع دي كلها. احنا محتاجين لبنيه تشريعيه على سبيل المثال من النظام القادم او الحكومه القادمه. لا احنا عندنا تشريعات يعني من هنا للصبح، المهم تنفذها، المهم هي لا مش مفعله يعني.